السلام عليكم، معكم امين دلتا وصاحبي يوسف. كما كتشوفوا عرفتوا بانه هذا تحدي وديال ميفاي اللي هو 20 ميفاي 20 ميفاي بكيت ميفاي لواحد، ورا القوانين باينه. اللي سال الاول هو اللي يربح، والاخر يتم عليه العقاب، والعقاب في اخر الفيديو. يلا كملوا الفيديو، بداو. C'est votre sœur. C'est celui-ci. Ouah. Ah, tu as ramené, non. Tu as dit les fils. Rebech ni pour le bail, tu as appelé les deux, les rebech ni pour le bail. Rio, man, tu as ramené, non. Tu voudrais pas. Ou d'abord, tu me l'as dit, pas. وأشل دقيقة أقلتو حقتي شنو درت من وليك في العقاب؟ الله لا درك تحدي والعقاب هريسة هريسة واش شنو دار ليا؟ دار ليا الهريسة أنا شنو ندير لي؟ أنتم ما تشوفوا شنو ندير لي عندي جوست لاكرين لاكرين جامد لا كريم جاري بحال الشكلا اخوي عليهم بزوج اشوفو شنو اللي يجي نديرو ليه الاول نديرو ليه الجامد هذا اشوي برد صافي حلا نحن شوية نكون خم لا با واه
لكم العقاب. شوف فيا انا صافي 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 يا خويا صافي. دير ماشي هريسه يا كشام هريسه صافي. قول لهم قول لهم يديروا جيم دير جيم وكومونتير ابوني ابوني. يلا هذه كانت نهايه الحلقه وانتم مرحبا نشوفكم في حلقه اخرى ان شاء الله. يلا تهلاو.